مدرس تحدى طالب. كان هناك طفل يدعى جوس، وكان جوس ذكيا وذكاؤه من النوع الخارق. كان كلما ألقى أستاذ الرياضيات سؤالا أول من يجيب هو جوس. جعز المدرس من جوس لأنه لا يعطي فرصة لأصدقائه للتفكير، فقال: أخبرني يا جوس، 100 × 25 + 2 = 71 كم تساوي؟ بسرعة عرف جوس النتيجة، فغضب الأستاذ غضبا شديد فأعطاه مسألة صعبة. انظروا ما حدث. اسمع يا جوس، جد لنا مجموع الأرقام من 1 إلى 100. مجموع الأرقام من 1 إلى 100. حسنا. هنا ظن الأستاذ أنه تخلص من جوس وأكمل الدرس، وبعد دقائق صرخ جوس: وجدتها 5050. غضب المعلم وأتى لجوس وصفعه بيده فقال له: خطأ، ومرة أخرى لا تتذاكر. حزن جوس وذهب لبيته، وأخذ المعلم يحسب مجموع الأعداد، وهنا كانت الصدمة. وفي اليوم الثاني: أخبرني يا جوس، كيف حسبت مجموع الأعداد بهذه السرعة؟ لقد اكتشفت خدعة. خدعة؟ أخبرني كيف. بصراحة لاحظت أن هنالك علاقة بين الأعداد، فواحد زائد 99 تساوي 100، 2 + 98 تساوي 100، 3 + 97 تساوي 100. هذا صحيح، وماذا بعد؟ هنا وجدت الخدعة. إن أردت الحساب لأي عدد تريده، مثلا 50، نضيف لـ50 واحد ونضربه في 50 نفسها ونقسم الناتج على 2. فجاوس لقد اكتشف قانونا، وكان القانون صحيحا، وعرف المعلم أنه صفع أكبر عالم في الرياضيات.